أولا النتيجة اللي حققها التجمع الوطني الأحرار بطبيعة الحال نتيجة جد مشرفة. نتيجة نتكلم على الجو اللي مرت فيه الحملة الانتخابية اللي كانت الحمد لله بينت كذلك عن النضج الكبير ديال المجتمع ديالنا، والنسبة ديال المشاركة اللي كانت جد مهمة 50.35 تظهر أنه كان إقبال جد مهم خاصة في يعني الظروف ديال الجائحة. النقطة الثالثة أن هذه النتيجة اللي حقناها نجاح الحمد لله ديال جميع المناضلين ديالنا، ديال التنظيم اللي وضعناه، ديال العمل المتواصل ديال هذه 5 سنوات، ديال الإنصات اللي كان مع المواطنين، ديال البرنامج اللي كان عنده دور كبير كذلك وكان عنده قابلية، والعمل اللي قام به الوزارة ديالنا. المغاربة تيعرفوا اللي تيخدم واللي ما تيخدمش، تيعرفوا اللي جاي واحد المشروع للمصلحة ديالهم، تيلمسوا بالصدق، تيلمسوا بالمعقول. وبالتالي تنعتبر أن هذه المحطة هذه في التجمع الوطني الأحرار أنه مرحلة لبناء ثقة، المرحلة ديال الأمل، المرحلة ديال العمل، المرحلة ديال الجدية، لأن التحديات كبيرة تنتظرنا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بفضل الكفاءات وبفضل كذلك الأغلبية التي ستفرزها هذه الاستحقاقات الأساسي أن نبني أغلبية قوية متضامنة متماسكة، لأن أساسي باش هذه المرحلة المقبلة نواجهها بهذه الأغلبية تكون متماسكة، لكذلك غتفرز إن شاء الله حكومة اللي غتكون في المستوى بإذن الله. الثقل كبير جدا بطبيعة الحال، وهذا الثقل ديال المسؤولية تترجموا الثقة اللي عند المواطنين اللي عطاونا وعطوا بطبيعة الحال الأحزاب أخرى. هناك ثقة المسؤولية، ولكن كذلك هناك إرادة قوية إن شاء الله أن نكون في مستوى هذه المسؤولية، لأن يعني التحديات كبيرة، وبالتالي إن شاء الله سوف يعني المجهودات غادي تدار في اتجاه الارتقاء بالمجتمع ديالنا، مواجهة المشاكل اللي تواجه المجتمع ديالنا كالبطالة، كالمشاكل في التعليم، كقطاع الصحة، كقطاعات أخرى. وبالتالي سوف نواجه إن شاء الله بالشجاعة الضرورية، بالمسؤولية، بالوعي الضروري إن شاء الله لكي نكون في مستوى هذه الثقة ديال المواطنين ديالنا. الآن من الصعب أن نتكلم عن هذا الموضوع، ولكن تتعرفوا بأنه هناك مسطرة في هذا المجال هذا، ولكن لأساس أنه اللي غادي نستحضره إن شاء الله هو بناء أغلبية قوية متضامنة متماسكة باش يمكننا أننا نواجه التحديات المقبلة بإذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.